السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكل المتابعين الكرام، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، خاصة تلاميذ السنة الرابعة. إن شاء الله تكونوا خدمتوا اليوم في مادة التربية المدنية وكامل المواد، وراكم شفتوا بلي الامتحان هو امتحان عادي جدا، ما فيه حتى صعوبات، في متناول الجميع. في الفيديو هذا إن شاء الله راح نعطيكم الحل النموذجي لمادة التربية المدنية. والجدير بالذكر، على بالي بلي تقولوا لي بلي استاذه لو كان غير خليتي حتى نكملوا كامل التصحيحات ودرتي الحل، لكن المشكل رسائل كثيره راهي توصلني طالبني بالتحليل، نحلل لهم هذا السوجي سواء في حسابي على الفيسبوك ولا في تعليقات على اليوتيوب. اذا انا واش نقدر نقول، التلميذ اللي شاف روحه باللي ما يحبش يشوف الحل عادي جدا ما يدخلش للحل، يخليه حتى يكمل كامل الموضوع، يعني الحل راه في يدك انت، تحب تدخل تدخل، ما تدخلش خليه حتى يكملوا كامل الامتحانات. جيد، فقط نمد الحل اللي هو يكون كالتالي. اول شيء هو موضوع سهل جدا هايل، انا عجبني في متناول التلميذ المتوسط. كاينة حاجة فقط، ركزوا فقط على الفصل الأول والفصل الثاني، هذه الملاحظة بك اللي نمدها. الفصل الثالث ما مدوا والو عليه، لكن ما تقولش باللي المدنية ما داروكمش الفصل الثالث، معناتها تاريخ وجغرافيا ما راحيش ما را... تاريخ وجغرافيا ما راحمش يمدوا لك الفصل الثالث. احنا كل التوقعات نتوقعوها. اذا وحاجة ثانية اللي نقولها بالنسبة لي، الوضعية الاولى اللي عطاو لكم المصطلحات اللي حذفتهم كامل ما طاحوش، المصطلحات اللي حطيتهم لكم هذوك هما اللي طاحوا، ما عدا المصطلح الاخير اللي راح نعطيكم عليه ملاحظه. نبداو بالاستئناف. الاستئناف معناه طلب اعاده النظر في الحكم القضائي لدى المجلس القضائي. عندنا الهلال الأحمر الجزائري، جمعية إغاثية تطوعية إنسانية مستقلة تعمل وفق مبادئ الصليب الأحمر والهلال الأحمر. المنازعات هي أيضا الخصومات، سهلين هادو ثلاثة في ثلاثة سهلين وحطيتهم في قائمة المصطلحات. أما النظر والفصل في القضايا، هذا أول ملاحظة أنا قلتها وكامل الأساتذة جمعنا باللي هذا ما راهوش مصطلح، هذه راهي جملة. قال لك التلميذ يستنتج استنتاج، اذا استنتجتها تستنتجها من مفهوم تاع القضاء، معناه دراسه القضايا المعروضه امام اجهزه القضاء، ولا امام اجهزه القضاء عفوا هنايا، بالادانه او البراءه. وماشي معناتها التعريف تاعي هذا بكلي صحيح، اي تعريف على حساب الفهامه يكون صحيح، هذا بالنسبة للنظر والفصل في القضايا، هذا ما كان للمصطلحات. وقلت نعاود المصطلحات اللي حطيتهم كامل طاحوا. نروح الآن إلى الوضعية الثانية اللي هي وضعية سهلة جدا، عطاوكم أربع نقاط عطاوهم لكم هايلين. القضاء المدني، القضاء الإداري. المدني تقويم أحكام المحاكم الابتدائية وقرارات المجلس القضائي، هذه المحكمة العليا هي اللي تقولها. قال لك تتواجد أجهزته في أغلب الدوائر، احنا على بالنا باللي كل دائرة فيها محكمة ابتدائية وفيها، وعندنا ثاني موجود المجالس القضائية. القضاء الإداري هو اللي يختص في المنازعات اللي تكون الإدارة طرف فيها، كي قالوا لك غير كلمة إدارة تعرف باللي القضاء الإداري. وحاجة ثانية، فيه مجلس الدولة من ضمن هيئاته. هايل هذا التمرين، هايل عطاو لكم كادو تدوه. جيد، نروحوا الآن إلى تمرين أو وضعية أخرى. الوضعية هذه الثالثة اللي هي الوضعية خلاو لكم انتوما نتايا تستخدم الاسلوب تاعك الخاص، كل واحد حر كيفاش يعبر، ما يقولش بلي انا يا خطا. المهم كاين فقط كلمات مفتاحيه انت تستخدمهم، هذا ما كان. واش تقول بلي يا اخي انصحك ان تلجا الى الوساطه والصلح، لازم تذكر بلي الوساطه والصلح، هذه هي النصيحه اللي تنصحوا بها، لكن الاسلوب والطريقه تاع الاجابه تاعك كيما تحب انت يا. وتجنب
أروقة القضاء وحاول فض هذه النزاعات بطريقة سلمية. واش قلت؟ التعبير تاعك كيما تحب، المهم الصلح والوساطة تذكرهم في النصيحة تاعك. جيد، قال لك مبررا ذلك، هنايا التبرير راه يقصد أهمية الحل السلمي ولا أهمية الصلح والوساطة. أهمية درنا بزاف منهم، أنا راني خيرت غير زوج، تقدر دير ثلاثة تقدر دير ربعة، درناهم في الكراس. لأن الصلح ولا الحل السلمي، نقدر نقول صلح ولا الحل السلمي، يخفف عليك أعباء المحاكم، وكما أنه عمل صالح يحبه الله ورسوله الكريم. وقلت تقدر دير واش تحب، مهم تتكلم على أهمية الصلح والوساطة ولا أهمية الحل السلمي. هاي لهذا ثاني، وقلت لكم عطاوكم كامل الحرية كيما حبيت عبر. جيد، أما الوضعية الإدماجية، الوضعية الإدماجية تتكلم على حقوق الطفل. هنا يا حقوق الطفل نروح إلى العناصر اللي لازم تتطرق لهم. مفهوم اتفاقية حقوق الطفل، أكيد البداية المقدمة تاعك أهدر على الحقوق الإنسان، وتدخل مباشرة لحقوق الطفل وتتكلم على حقوق الطفل، راهم داروها لكم في السند كمؤشر السند الأول، وتتكلم شوية على انتهاكات حقوق الطفل اللي راهي موجودة في السند رقم 3 وكيفية الدفاع عنها. وضعية هايلة سهلة في متناول الجميع. لو كان تلاحظوا باللي اللايف اللي درناه الخاص بالتربية المدنية، تكلمنا كامل على الأشياء هذه، تكلمنا على حقوق الطفل وانتهاكاته. لو كان تلاحظوا كنت عابت له اللايف تاع التربية المدنية، أما المصطلحات كتبتهم لكم كامل، وفي اللايف عاود شرحت المصطلح تاع الاستئناف والطعن، ما كاين حتى حاجة صعيبة. هايل إن شاء الله يا ربي، برك غدوة إن شاء الله التاريخ والجغرافيا يكون في متناول الجميع. ما تكثرش، ما تدخلش كامل في التفاصيل تاع المصطلحات، هذوك اللي حذفتهم كامل احذفهم، ما تقعدش تدخل غير في التفاصيل. هايلك الدليل تربية مدنية، عطاو لهم غير المصطلحات اللي باينه. هذه هي، اذا واش نقولكم؟ ان شاء الله يا ربي غدوة ولا اليومين اللي قعدوا يوفقكم كامل، ويجيكم هايل ويجيكم سهل الموضوع. اتهلاو في روحتكم، ما تقولوش باللي الأستاذة دارت لنا الموضوع وباش نشوفوه الآن. قلت لكم اللي ما يقدرش يشوف ما يشوفوش، عادي جدا يخلي حتى نهاية الامتحانات. إذا اتهلاو في روحتكم وإن شاء الله نتلاقاو في الأفراح.